في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. نتابع. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 362 عنصراً إجرامياً بنطاق 22 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، مخدرات، سلاح، سرقة، وضبط معهم 130 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 61 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 484 قطعة سلاح ناري، من بينها 96 بندقية و31 بندقية آلية و34 مسدسا و323 فرد محل الصنع وطلقات نارية مختلفة الأعيرة و50 خزينة، إضافة ل 1246 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 359,742 حكماً قضائياً بإجمالي 32,263 متهماً، من بينها 1,161 حكم جناية و133,188 حكم حبس و174,212 حكم غرامة و51,181 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 14 تشكيلاً عصابياً ضموا 40 متهماً قاموا بارتكاب 85 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 46 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 66 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1,231 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1,386 متهماً وبحوزتهم قرابة 271 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 7,442.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 24.5 كيلوغرام، إضافة إلى قرابة 16 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 8,732 قرص مؤثر و890 قرصة ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 65 مليون جنيه. كما تم ضبط عدد 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات قرابة 310 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة